فيما أفنيت عمرك؟ يعني عمرك ده أدت إزاي؟ قال أفنيت عمري في أربعة أشياء. إيه اللي حصل؟ إيه عملت إيه وإيه وإيه وإيه؟ قال له في أربعة إيه؟ قال علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه. وعلمت أن لي رزق لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به. وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به. وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته قبل ما يجيني استعدت له في أي وقت يجي مرحبا. يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سما، غنوة عايزانا نكون سوا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم سوما والنهارده معانا فيديو جديد. صباح الفل، صباح النشاط، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم في الدنيا. النهارده معانا فيديو روتين ان شاء الله يعجبكم، يحفزكم، ينشطكم، ويخلوكم تقوموا تشوفوا ايه اللي وراكم. اول حاجه تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتقومي تشغلي الفيديو وتشوفي هتعملي ايه بقى كده. ايه صباح الفل والنشاط يعني. تعالوا بقى نبدا اليوم بتاعنا. وعايزه اقول لكم من زمان ما عملناش فيديوهات روتين تكون طويله كده، اللي هي بقى ايه اليوم من اوله لاخره، فقلت النهاردة كده نقوم كده أصبح عليكم ونعمل كده مع بعض فيديو يكون طويل شوية. فبدأت كده بالفطار، الفطار اللي كان وحشني جدا جدا من ساعة لما تعبت زي ما قلتلكوا من قبل رمضان أصلا، وانا ما بقدرش اكل زي ما قلت لكم، كان الجهاز الهضمي عندي متدمر. فما صدقت ان الحمد لله ربنا كرم والدنيا هديت بقى وكده، قمت بقى عامله فطار كده زي بتاع زمان بقى لو تفتكروا، الفطار التقيل الحلو ده المغذي المفيد اللي هو يخليكي كده تقومي توني في قلب الشقه كده، ما تتهديش غير بالليل على النوم. فزي ما انتم شايفين كده قشرت بطاطس وقطعتها صوابع، وكمان بتنجان اللي هو العروس قطعته كده بالنص زي ما جوزي بيحبه، ومش بيحبه محشي كده يكون سليم ونشقه من النص ونحشيه، رغم ان انا عملته كتير معاكم، بس هو بيحب الطريقه اللي انا هوريها لكم دي، وهي بصراحه جميله جدا. وهنا كده بدات ان انا احمر بقى. حطيت بقى عشان انجز زيت في الطاسه وزيت كده في حله صغيره، وهبتدي ان انا اقلي في الناحيتين بس عشان خاطر اختصر الوقت يعني، والموضوع ما يطولش واقعد استنى دور ورا الثاني في القلية يعني. وهنا كده تعالوا نحضر الخلطة بتاعت البتنجان. معايا كده كام فص ثوم، حوالي 4-5 فصوص ثوم، وقرن فلفل رومي، ولو بتحبي حامي طبعا اكيد لازم تحطي، بس انا هحط شطة. وطبعا لو فيها ريسة شطة حطيها بتبقى جامدة جدا. حطيت كده فلفل اسمر، شطة كتير اهو زي ما انتم شايفين، انا عايزاها كمان عشان اللون يبقى محمر كده. كمون اهو بالشكل ده، وملح طبعا، وكزبرة ناشفة اهو، وكمان جبت كده ليمونة هقطعها كده بالنص، وشوية خل، وهعصر بقى الليمون كده مع الخلطة دي. بصوا هو الاول كنت بعمل ايه، الاول كنت بدق الثوم مع الفلفل مع التوابل في الهون، وبعد كده بروح مزودة عليها الليمون والخل والحاجات دي والتوابل وكده. بس دلوقتي بما ان في حاجة يعني تنجز الوقت يعني، بدل ما ادق واعمل، جبت كده الكبة الصغيرة وبدأت ان انا اضرب فيها الحاجة زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الكبة دي مريحة جدا، الناس اللي سألتني كتير عن الكبة الصغيرة بتاعتي دي، هي كبة نوفال، رأيي فيها حلوة جدا جدا، انا جايبها بقالي دلوقتي تقريبا سنتين،
ما شاء الله عليها، ما بتقولش لا في اي حاجه خالص، يعني ما شاء الله حلوه حلوه. لو قابلكوا في اي مكان اللي هي الكبه النوفال، هي بتبقى معاها الهاند بلندر ومعاها مضرب كهربا وكذا حاجه كده، 3 في 1 تقريبا، بس حلوه بجد، منتج مصري تقريبا، بس جميله جميله جميله. لو قابلتكم في اي مكان وحابين ان انتوا تشتروا كبه، ما تتاخروش ان انتوا تشتروها ابدا. هنا كده قليت البتنجان، وطبعا زودت الخلطه شويه من الميه، وقمت مطلعه البتنجان كده من الزيت، طشاه في قلب الخلطه دي. يا لهوي يا جماعه، لازم تجربوها بصراحه، بتبقى طعمها لا رهيبه رهيبه رهيبه. هنا كده البطاطس خلاص بدأت تتقلى كده وتصفر، كان في كام واحده كده ايه اخدوا لون بسرعه، فروحت مطلعهم بدل ما يتحرقوا، وهكذا بقى باقي الكميه بتاعه البطاطس. وبعدين نكمل بقى ايه باقي الكميه نقليها تاني. بصوا ما شاء الله مقرمشه كده وجميله. وعايزه اقول لكم بقى، جوزي كان وهو جاي من الشغل جايب لي كده بطيخه ما شاء الله حلوه كده، والقرعه بتاعتها كده اللي هي الحته البيضه دي مصفره قوي كده. انا بعمل ايه؟ طبعا هي بتبقى ما شاء الله حجمها كبير قوي، ما بقدرش ان انا اشيلها احطها في الحوض واقعد ايه اغسلها والكلام ده، فبجيب منديل واحط عليه شويه ميه وشويه خل، وبروح ممشيه عليها كده من كل الاتجاهات بالمنديل ده. دي اسلم حل علشان خاطر الناس اللي بتستثقل البطيخه ان هي تشيلها يعني. بدات بقى ان انا اقطع كده زي ما انتم شايفين كده، واحط في الاطباق، وطبعا همسح ورايا على طول علشان الدنيا ما تلزقش، ولو في دبانه بقى تقعد تقرفك في المطبخ وكده. تعالوا بقى نشوف الفطار السريع الحلو ده، بطيخ طبعا، بطاطس المقليه، وكمان البتنجان. يا لهوي على جماله، لازم تجربوه بجد، الطريقه دي حلوه وطعمه بيبقى خرافه. وطبعا معايا جبنه اسطنبولي والعيش البيتي القمر بتاعنا. هنفطر بقى ونفول التانك علشان خاطر عندنا يوم طويل. بعد ما فطرت الحمد لله، قمت خارجه كده رايحه جايبه شويه طلبات كانت ناقصاني للبيت، يعني شويه حاجات بقاله وشويه حاجات بقى الاكتر طبعا من عند بتاع المساحيق. احنا عندنا اسمها صبانه، طبعا لسه راجعه حالا، اول حاجه بعملها بركن كده الشنطه اللي انا كنت ببقى جايه بيها من السوق، وبروح مسحه ايدي، عامله ايدي بالكحول، وغسلها بقى كويس جدا بعد ما بعملها بالكحول، علشان اقدر ان انا افتح الابواب بقى براحتي كده بعد ما ادخل، واروح داخله على الحمام بقى غسله ايدي كويس قوي، وارجع بقى. رجعت كده فضيت الحاجه زي ما انتم شايفين. بصوا انا جبت كده شرشوبه جديده، الشرشوبه دي ب10 جنيه علشان القديمه كانت اتكسرت، بس هي شغاله لسه، بس ادمت كده واتكسرت، فقلت بقى ايه ما بديهاش. جبت 4 صابونات، الصابونه الكاميل اللي هي الحجم الكبير، الواحده ب8 جنيه تقريبا. جبت الاوكسي ب3 كيلو، دول ال3 كيلو ب75 جنيه. جبت كمان الكلوريكس الالوان، مش فاكره هو بكام اصلا. جبت كمان الاثنين هاربك دول، الاثنين هاربك دول كان عليهم عرض ب40 جنيه، الواحد منهم كان ب25 جنيه وعرض الاثنين مع بعض ب40، فجبت العرض. وهنا كده جبت ازازه كلوريكس اللي هي 2 لتر، جبتها ب18 جنيه، دي انا فاكره سعرها. تعالوا بقى ندخل على الحمام، الحمام محتاج بقى ان هو يتوضب. اول حاجه عملتها ان انا دخلت على الدولاب على طول بتاع الحمام، زي ما انتم شايفين مكركب كركبه السنين. عايزه اقول لكم ان هو عايز يتعمل من رمضان، بس يعني الكسل بقى وشويه التعب اللي انا قلت لكم عليهم وبتاع، ومناسبه الناس الكتير كتير قوي اللي دعت لي، يا لهوي والله العظيم يا رب ما يحرمني منكم، دعواتكم كلها يا رب تقعد في ميزان حسناتكم وتترد لكم بالمثل ان شاء الله. من كتر جمال الدعوات يعني مش عارفة اذكر مين ولا مين، كلكم غاليين على قلبي وكلكم فوق راسي. ما تحرمش منكم ولا من دعواتكم الحلوة ابدا ابدا ابدا. اتبسطت جدا بدعواتكم وكلامكم الجميل، والناس اللي قالت لي طمنيني عليك يا سوم انت عاملة ايه دلوقتي، انا الحمد لله والله العظيم بخير، متابعة لسه مع الدكتور طالب مني اشعات وحاجات وتحاليل وحاجات كده لسه بعملها، ولما اخلص واشوف دنيتي فيها ايه اكيد هقول لكم على اخر التطورات ان شاء الله باذن الله. بس تعالوا بقى نكمل، انا قلت بس ايه اطمنكم عليا علشان خاطر وانا فاكره كده. بصوا بقى، خلصت الدولاب وغسلته كويس جدا بقماشه فيها شويه مسحوق، وعايزه اقول لكم البقعه اللي انتوا لسه شايفينها دي مش راضيه تروح تقريبا كده، في مسحوق وقع على الارضيه بتاعه الالموتال واتفاعل معاها، فاخدت اللون اللبني ده، مرضيش يطلع ابدا باي حاجه خشنه ولا ناعمه ولا اي حاجه. المهم بدات بقى ارص الحاجه في قلب الدولاب على حسب احتياجاتي، وطبعا رصيت الحاجات اللي هي لسه جايباها حالا.
بصوا كده زي ما انتوا شايفين، بدأت بقى ارص الحاجات على حسب احتياجاتي زي ما قلت لكم. البدايه من تحت، الحاجات بقى اللي هي المسحوق والدوني والحاجات اللي انا بستخدمها بشكل يومي، اللي فوق كده اللي في الرف الوسطاني، الفرش، معجون الاسنان، الشامبوهات، المنظفات بس اللي ايدي مش رايحه جايه عليها على طول، وكمان الحاجات الاحتياطي يعني ازازه ملمع زجاج، في واحده فاتحاها والتانيه احتياطي فبحط الاحتياطي ورا لان ايدي مش رايحه جايه عليها على طول. الحاجات بقى اللي هي وهكذا يعني. وكمان الصابون قدام علشان خاطر ايه برضو بنستخدمه على طول. اخر رف فوق بقى الحاجات اللي انا مش بستخدمها دايما، اللي هي ايه الزيت طبعا اللي انا بجمعه عشان اعمل منه صابون، اللي هي الحاجات الحاميه بقى، الازازه الصغيره دي دواء للنمل، عايزه اقول لكم ما شاء الله دواء حلو قوي، برشه من السنه للسنه، النمل ما بشوفش وشه خالص عندي في الشقه في الصيف الحمد لله يعني، ده بسبب الدواء ده. وحطيت بقى الحاجات اللي هي زيادة عن حاجتي، الاسبونشات، السلك، الزهرة، والحاجات اللي هي كلها مش بستخدمها بشكل مستمر. بعد ما خلصت بقى رحت داخله بقى على طول على الحمام، قلت بقى اخده بالمرة في سكتي، واحنا كده ايه بننظف تنظيفة الحمام، نخليها تنظيفة عميقة بقى ونجيب الحمام من أوله لآخره. بدأنا كده بالدولاب ونظفناه وخليناه زي الفل، بعد كده قمت جاية بقى على الحوض وبدأت إن أنا أغسل بقى المراية والحوض بقى، وهغسل الحمام الحيطان وكل حاجة. طيب الخلطة اللي انتوا سألتوني عليها قبل كده قلت لكم في فيديو روتين إن أنا هعمل معاكم الخلطة بس الإزازة مش راضية تخلص فأنا هقول لكم هنا الخلطة كانت عبارة عن إيه. قلتها لكم والله كتير قبل كده، خليني اقولها لكم تاني علشان خاطر الناس اللي هي لسه جديدة معنا في القناة. نص كوباية من اي مسحوق سايل انت بتحبيه، سواء مسحوق صابون مواعين مثلا تكون ريحته حلوة، سواء مسحوق جل اللي هو برسيل، او اي نوع انت بتحبيه يعني، بس يكون ايه سائل تمام. نص كوباية وعليها كوباية من الخل، نص كوباية من المسحوق عليها كوباية من الخل، وتملي باقي ال بتاع ده الازازة بتاعت اللي احنا هنعمل فيها الخلطة يعني تقريبا ازازة لتر، فحطينا نص كوباية صابون، كوباية من الكلور الخام، كلور خام، وباقي الازازة نملها مية. بصوا بقى سهولة اكتر من كده مفيش. طبعا الموضوع دوت بيبقى حلو جدا للحمام لان انتي بتغسلي طبعا الصابون بيبقى ريحته حلوة، بتغسلي وبتعطري وبتعقمي في نفس الوقت، تلاتة في واحد، انتي غسلتي عملتي ريحة حلوة بالصابون او المسحوق اللي انتي حطاه، وكمان عقمتي بالكلور كل جزء في الحمام ايدك رايحة جاية عليه. طبعا بقالي كتير ما استخدمتش الهاربك، بحب كده تغيير من وقت للتاني. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت دايما بستخدم الكلور الخام في التنظيف، فلما لقيت العرض ده قدامي بصراحة سعره كويس، 40 جنيه للعلبتين، فدي حاجة كويسة مش وحشة. كنت خايفة لا يطلع مية كده ومش حلو، زي علبة انا كنت جبتها قبل كده طلعت مية خالص كده ومش حلوة ابدا، ما بتثبتش على الحيطان بتاعت عزكم الله القعدة يعني، وكانت بشعة وكانت في نفس الوقت غالية، وكنت جايبها من سبينس على فكرة يعني كانت مقلب. المهم ان العرض دوت جبته وقلت يعني هجربه، لقيته ما شاء الله حلو، قمت بقى والازازة الكبيرة كمان على فكرة، دي مش الازازة الصغيرة يعني، اهو زي ما انت شايفين الحيطان لسه معلق عليها الصابون او الهاربك، منزلش بسهولة يعني، ما شاء الله يعني نظف وخلى الريحة كويسة. هبتدي بقى ان انا اغسل كده زي ما انتوا شايفين، فزي ما قلت لكم ان انا يعني بحب التغيير، كل فتره والتانية اغير يعني، شويه هربك شويه كلور على حسب اللي موجود عندي، ما بهتمش قوي ان انا اجيب حاجات مخصوص، لكن لو جت قدامي فرصه او عرض كويس بنتهزه طبعا يعني. بدأت كده خلاص نظفت كده الحمام الحيطان بتاعته، القعدة بتاعت التويلت، الحوض، وطبعا الدولاب خلصناه، كمان نزلت بقى على الأرضية، والأرضية انتوا عارفين ان انا دايما بحب اعملها مش بالسلك خالص، ما ينفعش ابدا السلك مع الأرضية، لان السلك مع الأرضية هيعمل لك فرافيت، والفرافيت دي هتصدي وهتخلي شكل الأرض بشع،
فبحب ان انا اعملها بالخلطة، نفس الخلطة بتاعت الحمام، بروح رشة بقى شوية على الارض كده، شايفين ما شاء الله تعمل رغوة كتير، رغوة حلوة وفي نفس الوقت نظافة وتلميع وتعقيم وكل حاجة. وزي ما قلت لكم ان انا بحب اغسل كده بالفرشة، الارضية بالفرشة، الفرشة بتاعت البلاط العادية او بتاعت السجاد او كده، ببقى متحكمة فيها اكتر، وبغسل بقى كل الفواصل وكل الاماكن اللي ايدك ما تعرفش تجيبها مثلا بفرشة تكون طويلة او حاجة. خلصت كده ولميت كده كل الصابون، ولو تلاحظوا ان انا بعيد مرة واتنين على الارضية عشان خاطر السلك اللي بيبقى برضو نازل فرافيت من على الحيطان لما باجي اشطفها، طبعا بيتسرب كده، وبرضو ممكن تلاقي شوية كده راحوا منك هنا ولا هنا، فبشطف المكان كويس قوي. هنا كده تعالوا نغير بقى الشرشوبة، طبعا ركبت الشرشوبة الجديدة، شايفين بقى شكلها. بصوا القديمة مش الكسر اللي فيها ما كانش محتاج ان هو يتغير، بس انا شايفة شكلها محتاجة ان هي تتغير، فهي بقى لها تقريبا سنة عندي، فسنة دي حاجة حلوة جدا يعني، يعني كويسة وكفاية عليها قوي كده. غيرتها لان لونها بدأ يتغير، رغم ان انا بغسلها بكلور ومنظفات ومبيضات، لكن خلاص هي خلاص استهلكت وبقالها سنة بستخدمها. بصوا بقى المعطر ده انا جايباه كده معطر خام مركز، جايباه برضو بحاجة و30 جنيه تقريبا، باخد منه شوية كده، عندي علبة فريدة كانت خلصانة بحط فيها بستخدمها يعني، بحط فيها المعطر وبرش منها عادي خالص. وطلعت كده صابونة جديدة برضو حطيتها، وجبت كده فوطة برضو حطيتها في الفواطة، وكده الحمام بقى معايا خلاص نظيف وزي الفل، حمام فندقي 5 نجوم. بدأت بقى ان انا ارش كده زي ما انتم شايفين المعطر اللي هو بريحة البرفان دوت، حلو قوي قوي قوي، وبيقعد وقت على فكرة اكتر من فريدة واكتر من معطرات تانية غالية، وفي نفس الوقت كميته اكبر وبيضم وقت اطول يعني. خلاص عطرت الحمام وخليته زي الفل. هبتدي بقى ان انا اقفله، وتعالوا نخرج نحضر مع بعض الغدا. جبت كده زي ما انت شايفين، بصوا الغدا بتاعنا النهاردة سهل وسريع، لان انا طبعا نزلت السوق ورحت وجيت، وطبعا ولادي والحضانة، وايوه انا بودي ولادي الحضانة في الايام اللي احنا فيها دي. احنا عندنا طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا عايشة في قرية، والقرى عندنا ما يعني الحضانات فيها ما بتاخدش اجازات، فالحمد لله طول ما الدنيا تمام يعني، والمدرسين واخدين بالهم من الولاد واخدين بالهم من الكمامات وبتاع، عاملين حسابهم يعني، فاحنا بنودي الولاد عادي خالص. وطبعا ممنوع دخول اولياء الامور، والاطفال هي اللي بتبقى موجودة، وطبعا المسات كلها لابسة كمامات وكده، فالحمد لله الامور تمام، وبودي الولاد الحضانة، فوديتهم بقى الصبح وكده، فبيرجعوا طبعا عايزين يتغدوا، فخلصت كده ودخلت على الغدا على طول. هنا كده كان معايا 1/2 كيلو من صدور الفراخ، غسلتها كويس قوي بملح وليمون وخل، وبدأت كده قطعت معاها بصل وفلفل، وهنبتدي نعمل غدوة سريعة سريعة ومنجزة جدا يعني، الوجبة دي تنجزك في الأزمات بصراحة. حطيت كده زيت على النار وسخنته كويس قوي، وهنزل فيه على طول بالفراخ، اديها صدمة اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفراخ هتلاحظوا ان هي مبيضة شوية، ده بسبب ان انا كنت نقعها في الخل مع الليمون طبعا والملح، فالخل بيبيض لك كده الصدور يعني، ما بيخليهاش لونها وردي، لا بيبيضها. بعد كده ما شوحتها كويس قوي، بدأت تنزل شوية من المية، هبتدي ان انا اقلب معاها شوية من الفلفل الاسمر، وهسيبها بقى لما تصفي كل المية بتاعتها تنزلها، وههدي عليها لما تشربها، تشرب المية بتاعتها خالص ههدي واوطي عليها واقفل عليها الغطا، واسيبها لما تتشرب المية بتاعتها دي تاني، وما يبقاش كده معايا في الارضية الا الزيت اللي احنا كنا حاطينه في الاول. هبتدي بقى ان انا انزل عليه الفلفل والبصل اهو بالشكل ده، وهقلب بقى الكلام ده كله. في الوقت ده انا كنت طلعت كيس صلصة من الصلصة اللي احنا مفرزينها الفترة اللي فاتت، طلعت كده كيس حطيته كده في حلة، وحطيت معاه شوية مية، وفك خالص من التجميد، وكمان الصلصة غليت، وقمت ركناه على جنب. وهنا كده جبت مكعب من مرقة الدجاج ونزلت بيه على الفراخ، وطبعا اللي ما بيحبش مكعبات المرق ما يضيفهاش خالص، وهزود كمان رشة من الملح ورشة من السبع بهارات.
ورشه كمان من القرفه اهو، وهبتدي ان انا اقلب بقى واشوح كويس جدا الفراخ او الصدور او الشاورما او اي حاجه. هي مش شاورما قوي فعشان كده مش عايزه اقول لكم شاورما، بس هي اعتبروها فراخ معصجه. وزودت هنا كده شويه من الملح معصجه كده في البصل والفلفل، وخلاص كده خلصنا. هبتدي ان انا ارفعها من على النار. في الوقت ده جبت طبعا كيس مكرونه، كان عندي كيس مكرونه ايطاليانو اللي هي الحلزوني دي، جبت كده طاجن بايركس، وتقدري تستخدمي اي قالب عندك، اي صينيه، اي حله كده مثلا الومنيوم مثلا اي حاجه. حطيت كده شويه من الصلصه فوق شويه الزيت، ونزلت كده زي ما انتم شايفين بالصدور الفراخ، وهبتدي اضغطها بقى كويس جدا واساوي الوش بتاعها قوي. وبعد كده هجيب كده كيس المكرونه. عايزه اقول لكم مكرونه ايطاليانو ديت حلوه قوي قوي قوي، فبالنسبه لي هي بقت احسن شويه من الملكه. وهنا كده هزود الحله اهو زي ما انتم شايفين، حطيت الصلصه اللي كانت فيها، هزودها بقى شويه ميه، وهاجي ازود اهو بالشكل ده، هزود بقى المكرونه بتاعتي بميه مغليه. انا كنت غاليه ميه اهو بالشكل دوت. طبعا الاسمر اللي على الوش ده يا جماعه فلفل اسمر، بس هي كانت نزلت واحده حصى كده في وسط الفلفل واحنا بنقلب. المهم زودت كده الميه وخليتها كده عايمه على وش المكرونه، وهبتدي ان انا ادخلها الفرن طبعا بعد ما غطيتها بالغطا بتاعها بتاع الحله دي. وزي ما انتم شايفين طبعا لو هتعملي في صينيه او حاجه هتغطي بورق فويل. هنا كده هبتدي ان انا اقلب الطاجن بعد ما استوى. طبعا قعد في الفرن تقريبا نص ساعه، وغزيته كده بشوكه، لقيت الشوكه عدت بسهوله كده في المكرونه، فعرفت ان هو استوى خلاص. قلبته كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وطبعا قدمت معاه شيبسي وكمان زيتون مخلل. وهنبتدي ان احنا نهجم على الطبق ده دلوقتي حالا. بصوا بقى المكرونه مستويه ودايبه ازاي، وكمان الفراخ ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي. تعالوا بقى ندوق الاثنين مع بعض. عايزه اقول لكم السوا باين طبعا، والطعم رهيب 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 اهو. بعد بقى ما خلصت واتغدينا والحمد لله الدنيا بقت تمام، زي ما انتم شايفين المطبخ كان يضرب يقلب، جمعت مواعين كتير قوي، واللانشات بوكس بتاعه الغدا بتاعه الولاد بعد ما رجعوا بيها من الحضانه طبعا، والحاجات اللي احنا ضربنا فيها وعملنا فيها وكده، وكل المعالق والشوك والحاجات اللي هي كانت عامله كركبه وزحمه على الرخامه. وقمت كده حاطه المسحوق وهقفل الغساله طبعا، بتشيل هلكه ووقت من عليا كتير. بصوا بقى الرخامه هاديه ازاي، مفيش بقى غير كام حاجه بسيطه كده اهو، دي كده دوره كانت في الغساله. هبتدي برضو ان انا المها واحطها في مكانها، بس مش دلوقتي، لما اخلص بس ايه الكام حاجه اللي قدامي دول اهو. هبتدي بقى اشيل بقى المصفه دي، وهنصبن مع بعض شويه المواعين دولت. عايزه بقى اتكلم معاكم في حاجه، جاتلي تعليقات الفتره اللي هي فاتت اللي هي ما كنتش بنزل فيها فيديوهات اصلا، في كام تعليق يعني تقريبا شخصين ثلاثه بعتولي سوما حاولي تجددي شويه في القناه علشان خاطر الفيديوهات بقت كلها شبه بعض، فحبيت ان انا ارد عليكم هنا. طبعا اكيد انا عارفه ان انتوا بتشوفوا الفيديو دلوقتي، فقلت بقى ارد عليكم في فيديو وتكونوا سامعيني احسن من ان انا ارد عليكم في التعليقات، لان اوقات لما برد في التعليق الموضوع بيتفهم غلط، بيتفهم ان انا متنشنه او حاجه، رغم ان انا ببقى برد عادي خالص وبلاقي ردود افعال مش حلوه خالص، فقلت ارد عليكم في الفيديو. انا عارفه ان الفيديوهات بداتوا تملوا منها بتاعه البيت، خصوصا ان هي ما فيهاش تغيير وان شقتي صغيره، بس انا قلت لكم قبل كده وهعيد لكم تاني ان انا خلاص ان شاء الله باذن الله قريب جدا همشي من الشقه دي، بس والله لسه مش عارفه دنيتي هتبقى فيها ايه. بس عايزاكم تستحملوا معايا الفتره دي، هي كلها الحكايه كلها كام شهر، نستحملهم كده مع بعض، وان شاء الله هيبقى طبعا في تجديد وهيبقى في تغيير.
بما اني همشي من المكان دوت فهيبقى فيه تجديد وهيبقى فيه مكان تاني هنصور فيه فيديوهات تانية وفيديوهات جديدة وحاجات متنوعة، بس عايزاكم تستحملوني الفترة ديت لو بتحبوني، وبرضو تشجعوني برضو وتفضلوا يعني موجودين معايا، ولايكاتكم ما تقلش، تعليقاتكم ما تقلش. فان شاء الله في خلال الفترة اللي جاية يعني في خلال كام شهر من دلوقتي بإذن الله يا رب يسترها معانا ونروح مكان تاني على خير. ان شاء الله هتبقوا معايا خطوة بخطوة لما ابدأ اعمل ده. حتى انا لغاية دلوقتي والله لسه معرفش انا هعمل ايه او هروح فين، بس ان شاء الله باذن الله بمجرد ما ابتدي ان انا اخد خطوات فعلا ان انا اشوف حاجة او كده اكيد هوريها لكم، اكيد هتكونوا متواجدين معايا في الصورة، هعمل ايه هسألكوا طبعا، الحاجة دي حلوة الحاجة دي وحشة، كل حاجة هاخد رأيكم فيها قبل ما اعملها. بس طبعا الكلام ده سابق لأوانه، كلها كام شهر وكل الحاجات دي هنعملها مع بعض، فمش عايزاكوا تملوا لان ان شاء الله في تجديدات جاية كتير. ده بالنسبة للناس اللي قالوا لي حاولي تغيري، فاحنا هنغير يعني في اكتر من الشقة كاملة هنغيرها ان شاء الله باذن الله. فانتظروا جديد، بس مش حاليا، مش هضحك عليكم واقول لكم في الوقت الحالي اللي احنا فيه، لان انا لسه معايا وقت ولسه معايا كام شهر هفضل متواجده معاكم في شقتي هنا. وان شاء الله خير وتكونوا متواجدين معايا وتشوفوا بنفسكم وبعينيكم كل حاجه هتحصل. طبعا شطبت المطبخ ورصيت كل المواعين اللي كانت مش في مكانها، ونظفت البوتاجاز والحوض ورجعت المطبخ زي ما انتم شايفين فل شمعه منوره. طبعا الكولمان ده ما كانش مكانه هنا، بس انا حطيته هنا طبعا الجو حرر وبقيت اعمل فيه ميه ساقعه. بس خلاص المطبخ متشطب متروق، كنست ومسحت والدنيا بقت زي الفل. عارفه الفيديو طول عليكم النهارده شويه، بس يا رب تكونوا حبيتوه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، وهستنى تعليقاتكم الحلوه تقولي ايه رايكم في فيديو النهارده وان كنتوا استفدتوا منه ولا لا. واخر حاجه اقولها لكم صباح الفل والنشاط على عيونكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.